معتصم عشان نوافق على أي كاركتر بنعمله بيبقى عندك مكتوب في السيناريو الشخصية، ولكن انت بتحاول دايما تعرف تاريخ الشخصية، حتى ده صحيح بتخليه جواك عشان تقدر تجسد تماما الشخصية. تماما تاريخ شخصية جاد وتفاصيله وحاجات كده. انت كمعتصم النهار فيك ايه من جاد؟ صعب حاجات قوي. كتير صراحة. يعني أنا لما تعاونت مع أحد الزملاء في اللي هو كان معانا في العمل متابعة درامية، لما تعاوننا أنا كتبت تاريخ كامل للشخصية. في حاجات كتير بتتقاطع بين شخصيتي أنا وشخصية جاد، وهي الحاجات اللي أنا انطلقت منها علشان أحب الشخصية أكتر وعشان أتبنى الشخصية أكتر. الحاجات اللي بتشبهني وبتشبه شخصية جاد، رفض الظلم. أنا ما أقدرش أشوف أي حد مظلوم في الدنيا، والله العظيم ما أقدر. يعني لو ما قدرتش أعمل أي حاجة فبتلاقيني تعبت، يعني تعبت يوم واثنين وثلاثة لحد ما الحادثة تروح من بالي. فدي حاجة من الحاجات اللي كانت بتتقاطع بين شخصية جاد وشخصية معتصم. بس كده مفيش حاجة تانية؟ الحب أكيد. أنت بتحب بنفس الطريقة؟ أنا بحب بنفس الطريقة. وبتحمي اللي بتحبه؟ أكيد أكيد. أنا بحس اللي معايا دايما هو في حاجتي أكتر من ما أكون أنا في حاجته، من ما أكون أنا عاوزه. فدايما عندي المبررات بأنه لازم أبقى قريب، لازم أبقى سند، لازم أبقى صح. دعم للحد اللي معايا، إن كان حبيبة وإن كان صديق وإن كان أهل وإن كان بنتي أو أي حاجة. طبعا.